في الوقت اللي الناس كلها تقول لك ان قيادات حزب النور جلست مع السفيره الامريكيه والاعلام كله كان عمال يتكلم ان كان في لا هذا كان يحدث اطلاقا. وحصل اتصال من السفيره الامريكيه، اما احنا رفضنا الدكتور البرادعي، يقول لك حزب النور عايز يعطل خريطه الطريق. اللي ما يعلموش المجتمع، وانا بقول ده بمنتهى الوضوح والصراحه، ان احنا كنا بيتم مساومتنا في قبول البرادعي في مقابل اي عدد من الوزارات احنا عايزينها. عايزين اربع وزارات خمس وزارات. لو احنا كنا حزب انتهازي ده عرض عليكم كده؟ امر السفيره الامريكيه، السفيره الامريكيه عرضت في مكالمه تليفونيه لما احنا رفضنا مقابلتها ورفضنا ان وجود الدكتور البرادعي مع كل الاحترام والتقدير له انه يكون رئيسا للوزراء اللي احنا نقبل بيه في مقابل اللي بتعرض وعايز البرادعي يجي رئيسا للحكومه هي السفيره الامريكيه، التي تمارس ضغوطا على الدوله المصريه الان لحساب الاخوان. ايوه. طب ايه مصلحتها في البرادعي؟ هي كانت عارفه انه هيستقيل فيبقى يستقيل وهو رئيس حكومه فالحكومه تنهار؟ لا ما اعتقدش يعني، لكن ده يعني احنا لو احنا حزب انتهازي او حزب عايزين بنفكر بهذه الطريقه، طب ما كنا قبل وجينا انسحبنا من الحكومه بقت اقوى مثلا يعني. نعم. او لو احنا بنفكر في حاجه غير المصلحه الوطنيه، ده بالعكس احنا كان ردينا اللي احنا يا جماعه هاتوا حكومه تكنوقراط، هاتوا حكومه يعني نستطيع يعني اللي احنا يعني تتجاوز هذه الازمه واحنا هندعمها دون ان نشارك فيها. اللي اتعرض علينا من الحكومه اتعرض علينا نائب رئيس الوزراء ل يعني وزاره معينه. ليه ايه؟ مش هو بقى ليه؟ هو فيها دلوقتي شخصيه موجوده. طب ومال؟ لا ما فيش. طب ما كل الشخصيات انا بقول لحضرتك كل الحكومه سبعاني كل الوزارات طبعا علشان كده ايه الحرامات اللي اتعرض علينا اتعرض علينا اللي احنا نشارك في الحكومه و تاخدوا منصب نائب رئيس الوزراء واربع وزارات. لا ما ده السفير الامريكي يعني بعد كده اللي عرض عليكم بعد كده لما تم الاتفاق والاستقرار على الدكتور حازم ببلاوي يعني كان في عروض اللي احنا نشارك في الوزاره.